هنروح مع حضراتكم لفقرة بتعملها لنا زميلتنا لميا حمدين، فقرة بيقولوا ايه. دي الفقرة اللي لميا شغالة عليها بقالها فترة، وبتعملها مع مجموعة من الأطفال، بتاخدهم في جولة في أحد الأماكن الأثرية أو السياحية التاريخية في القاهرة. خلينا نروح نشوف النهاردة جولتها فين والأطفال قالوا ايه. الفن الإسلامي فن فريد وأصيل، حاجة كده ملهاش مثيل في الكون كله. ولما نحب بجد نعرف أصله وتاريخه في كل العصور، مش هنلاقي أحسن من متحف الفن الإسلامي، أكبر متحف في العالم للفن الإسلامي. والنهاردة هتكون جولتنا وفسحتنا جواه. قولي لي بقى، عجبك متحف الفن الاسلامي؟ لا، ده احلى حاجه في العالم بجد. ايوه. ايه اللي لفت نظرك اول ما دخلتي؟ كل حاجه. تحبي تيجي تاني؟ ايوه طبعا. هتقولي لمين بقى يجي معاكي؟ صاحباتي. قولي لي بقى، مين اكتر واحده صاحبتك في الدنيا كلها؟ نورين. ليه اخترتيها هي تبقى الوحيده اللي قريبه منك قوي؟ عشان لما انا ببقى زعلانه بتيجي عندي بتحضني وتقولي لي حاجات حلوه جدا. انت بتحبي الناس اللي بتساعد بعضها طول الوقت؟ ايوه. انت بقى بتعملي كده؟ يعني انت كمان طيبه مع كل الناس؟ أيوة. وبتحضنيهم لما بيبقوا زعلانين؟ أيوة. اكتر حاجات بتعمليها انت ونورين مع بعض ايه؟ نشتري. تشتروا؟ ايوه. بتعملوا شوبينج بقى ولبس؟ أيوة. وكده ولا بتشتروا ايه؟ اكتر حاجات بتحبوا تشتروها ايه؟ اكل بس وشرب بس وعصير بس. ايوه. طيب فكرتي مره لما جيتي النهارده المتحف، فكرتي ان انت تعزمي صاحبتك وتيجوا هنا تعملوا خروجه انت واصحابك كلهم؟ ايوه، بس هما بيناموا متاخر وبيصحوا متاخر، فبنجرب نعمله زي الساعه 6 الساعه 5 الساعه 3 حاجات كده. هيكونوا قفلوا هنا. ايوه ديجا هيكونوا قفلوا هنا. لا، بعد اليوم اللي قضيتيه معانا النهارده هنا، هتحبي تجيبي اصحابك يتفرجوا؟ على فكره ده اكبر متحف فن اسلامي في العالم كله. بجد؟ في مصر ولا في العالم؟ في العالم. بجد؟ ايوه. واو. عشان كده انا يعني قلت اجيبكم النهارده نلف فيه ونتفرج فيه ونعرف بقى يعني كل حاجه عن الفن الاسلامي من ايام الخلفاء الراشدين لحد اسره محمد علي. يا نهار، ده كتير جدا. ضروري تجيبي نورين وتجيبوا اصحابكم تتفرجوا هنا وتعرفوا تاريخنا وتعرفوا الفن من ايام زمان لحد دلوقتي عامل ازاي. ازيك يا نور؟ كويس. عامله ايه؟ الحمد لله. مبسوطه ان احنا جينا المتحف النهارده؟ اه. اول مره تيجي؟ اه. بجد؟ ليه ما فكرتيش تيجي المتحف الاسلامي هنا؟ انا ما كنتش اعرف. طب قولي لي، انت لما لفيتي معانا النهارده في المتحف في حاجه عجبتك؟ اه، الاسلحه. اي سلاح فيهم؟ المسدس. شفتي السيوف؟ اه. وشفتي الدروع اللي بيلبسوها ومن فوق لتحت بقى وحاجات كتير كده؟ شفتيها عجبتك برضو؟ بس المسدس اللي عجبك اكتر صح؟ اه. شفتي الاطباق وشفتي المنابر وشفتي الايات والقران عجبك؟ اه. هتبقي تجيبي صحابك وتتفرجوا هنا تاني؟ طب قولي لي بقى، مين اكتر حد صاحبك قوي قوي قوي؟ مساليدين. ليه بقى اخترتيهم هما اللي يبقوا اقرب اصحاب ليكي؟ علشان انا بحبهم ودي تكون بالعيله. طب لما بتحبي تخرجي مع اصحابك بقى تخرجوا تروحوا فين؟ النادي. بتلعبوا ايه في النادي ولا بتقعدوا في الكيدز اريا كده تتنططوا وخلاص؟ لا، بنقعد في الكيدز اريا. ازاي؟ الحمد لله. انت مخضوضه ليه؟ لا، مفيش حاجه. طب قولي لي، يعني ايه رشاد؟
يعني بريق ولمعة، يعني حاجة بتبرق كده وبتنور. اه اسمك حلوة قوي. قولي لي بقى، لما جيتي هنا معانا المتحف اتبسطتي قوي؟ اكتر حاجة بقى عجبتك في المتحف شفتيها ايه النهاردة؟ في حاجات كتيرة قوي. السجاجيد. عجبتك السجاجيد؟ ايه اللي عجبك فيها؟ الوانها حلوة؟ عشان الوانها حلوة وشكلها جميلة. طيب قولي لي بقى، ممكن تجيبي اصحابك هنا يتفرجوا على المتحف ويشوفوا التحف اللي هنا؟ موافقة؟ هتجيبي مين معاك؟ لارا، ادم، نور. اكتر حاجة انت مش بتعمليها غير معاهم بس؟ بنخرج سوا وبنتغدى سوا وبناكل سوا. بتروحوا فين؟ كدري. بتذاكروا مع بعض؟ بتذاكروا ايه؟ ماس. مين الاشطر؟ انا. انت الاشطر؟ تفتكري؟ عشان شاطرة في الماس قوي. ازيك يا حمزه؟ كويس. قولي، اتبسطت لما جيت معانا النهارده المتحف؟ اه. عملت ايه لما جيت؟ كنت بلعب وبجري. ما اتفرجتش على المتحف؟ اتفرجت عليه كله. ايه اللي عجبك بقى هنا؟ السيف. والمنابر عجبتك؟ طيب انت عندك اصحاب يا حمزه؟ مين بقى اصحابك؟ لوزي. دي صاحبتك فين؟ اكتوبر. طب هي ليه اكتر واحده صاحبتك؟ عشان هي اصلا بتلعب معايا. وبتحبك؟ بتلعبوا مع بعض العاب كتير؟ اه. عندك ألعاب كتير؟ حلوة؟ عندك إيه؟ سوبرمان وسبايدر مان. فكرت إن أنت تجيب لوجي وتلعبه هنا؟ لا، يوم، لا هي يوم الأجازة هتيجي أصلي. لوجي يوم الأجازة هتجيلك وهتجيبها هنا المتحف؟ تفتكر هيعجبها؟ المتحف كله. المتحف كله هيعجبها؟ ماجد، ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ كويس. كويس؟ اول مره تيجي المتحف هنا؟ ليه ما فكرتش تيجي قبل كده؟ ما عرفتش ان في ميوزيم هنا. رحت متاحف قبل كده هنا في مصر؟ لا خالص. برضو خالص. ليه؟ بتحب تخرج فين؟ يعني بحب اخرج النادي وساعات اخرج البسين بس. مش عايز تعرف حاجة عن تاريخ بلدك؟ ما انا يعني اصلا يعني ما انا احب اعرف حاجات بعرفها في المدرسة ساعات، برضو ساعات ممكن اتعلم في الميوزيم. طب كويس ان انا جبتك النهاردة. اتبسطت هنا؟ هتحب تيجي تاني؟ وهتجيب اصحابك؟ ياريت. ماشي. مين اكتر حد بقى اصحابك تحبهم قوي، تحب تخرج معاهم وتقضي وقت معاهم كبير؟ دانيال، شانتال، محمد. طب مامي قالت لي ان شانتيل دي اكتر واحده بتقولها كل اسرار. ليه بقى؟ ليه شانتيل؟ عشان هي اصلا معايا في المدرسه، وكمان دانيال محمد. ايه اللي فيهم حلو قوي خليك على طول معاهم مش عاوز تسيبهم؟ عشان هم بيلعبوا معايا، وكمان برضو بيضحكوا معايا، كمان بيلعبوا معايا العاب في الموبايل بتاعتي، وكمان برضو بنتعلم مع بعض وكل ده.